السلام عليكم مرة أخرى، صلوا عليه، اللهم صل عليك يا رسول الله. مرحبا بكم قناتكم محمد آدم. بولو 5 في الشباب وفي الهايل وفي البنين 13,800 أورو 2019 37,000 كيلومتر 65 بياس إيسونس كونترول تكنيك تاع الشباب والداخل الشبوب والهبوب ومالور شابة هائلة ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اضرب الله ودعم خوك وصلي عليه. اوبيل كورسا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. خاوتي هذه اف ايديسيون 2020 46,000 كيلومتر بنزين 75 بياس فيتاس تاعها عادي ودير 12,900 أورو. الداخل جديدة وباللور هاي كيفاش. المهم خاوتي كاينه وحدة خوتها راهي عند صاحبي مضروبة منها، هكذا مضروبة يبيع فيها ب 7,000 أورو 2023 تاع صاحبي 2023. وشنو هو شاريها من عند لادوان هنا في الألمان، معناتها كي تشري حاجة من عند لادوان منا يقول لك ما تقدرش تمشي بها غير في ألمانيا. المهم مطربقة اختار، قال لي اذا تحب تجي تشريها قلت له ما نشريش. المهم كاين بزناسيه اللي حاب يشري ولا اللي حاب يشري له يكتب لي في التعليقات نعطي له لادريسه تاع السيد في فرايبورغ ويروح ليه ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. اللهم صل عليك يا رسول الله. جولف فوكس فاجن سبورتس فان 2.0 تي دي شابه الشبوب والهبوب ما شاء الله 2014 ديزل اوتوماتيك ماشي 200,000 150 بياس وهو السعر 12,600. والداخل خاوتي بلا ما نوري لكم الشبوب والهبوب والى اخره هاي بارك. المهم كما راكم تشوفوها 2.0 تي دي منها ثاني تقدر تضرب عليها طله. المهم صلوا عليه، ربي يحفظكم ويحميكم. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. سيارة أخرى أوبيل كورسا كا 5 بيبان إيديسيون ستارت، شحال السعر تاعها؟ 16,300 2021 تدخل للجزائر بنزين 43,000 كيلومتر 110 بياس الفيتاس تاعها عادي شويبة. انا عارف في المانيا على كل حال كل شيء شباب وكل شيء مسقم وكل شيء مكونترولي وكلش كلش دايرين له الكونترول تكنيك ولا المراقبه التقنيه ومسقمينها وكل عامين الناس معناتها الصيانه خاوتي تهلا في طوموبيلاتهم في المانيا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اضرب الله يدعم خوك نوع الطوموبيل اللي موراها.